اليوم حابة إني أسوي لي كذا خلطة على السريع. هذه بودرات جاهزة عندي، أنا مخلطتها من البيت، كل شيء من المطبخ. راح أكتبها إن شاء الله على الفيديو. عاد إحنا بعد السفر ما شاء الله خدنا لون جامد، أنا عاد الشمس تأثر فيا، الجو البارد الحار كله يأثر فيا، لكن الحمد لله خلال الأسبوع اللي فات والأسبوع هذا يعني وصلت، يعني فتحت لوني أكثر، يعني تقريبا 60%. فاليوم عشان عندي مناسبة حابة أن يكون بشرتي كذا فيها جلو، خاصة الوجه والرقبة، مع المكياج يكون يعني حلو، فحابة أني أسوي هذه الخلطة. برضو تناسب حتى الجسم كامل، بس أنا بسويها بس لوجهي ورقبتي ويديني وأقدامي عزكم الله. بس أهم خطوة قبل ما تحطين الماسك، امسحي المنطقة اللي أنت بتحطين عليها الماسك بأي محلول، مسكينول، مزيل.